عنوان هذه فلسطين، كلمات الشاعر أيمن محمد الغفري، أداء وألحان المنشد أبو هاشم حمران، وأداء الشاعر أبو القاسم البسارة. تسجيلات استوديو أنغام يري. يا قدس يا الأقصى، يا قدس يا الأقصى، اتحمل واصطبر، اتحمل الضربات، نصرك قريب، الله ينصركم ويبعد كل ضر ويغفر إسرائيل ويرهب عليك. أعداء دين الله للإسلام خطر، وموالين إبليس أعداء الحبيب، رسول رب المصطفى خير البشر، يا قم دعاهم بس ما حدا يجيب. يهود ملعون وللإسلام شر، هذه فلسطين جرحى ما لطبيب، خلى دم الأطفال سال فوق الحجر، يا كم قهرني قهر كيف افعل مصير. أنا يهودي وذبحي مثل البقر، لأن يهودي يخدم أتباع الصليب، حين شافوا والأعراب كل إنسان يضر، اطولوا فوق مسرقي الحبيب، حين شافوا كل إنسان فر، اطولوا فوق مزرك يا الحبيب، لكن ربي ينصر الأقصى نصر، أصر العرب والدين دين أجل الحبيب. يا قدس يا الأقصى اتحمل والصبر، اتحمل الضربات، نصرك قريب، الله ينصركم ويبعد كل ضر ويخبر إسرائيل ويرهب عليه. أعداء مخاطر، وموالين إبليس أعداء الحبيب، رسول رب المصطفى خير البشر، يا كم دعاهم بس ما حدا يجيب. يهود ملعون وللإسلام شر، هذه فلسطين جرحى ما لطبيب، خلى دم الأطفال سال فوق الحجر، يا كم قهرني قهر كيف افعل وصيب. أنا اليهودي وذبحي مثل البقر، لكن ربي ينصر الأقصى نصر، أصر العرب والدين دي رجل الحبيب.